البنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ديما نلقاكم بخير وعلى خير وبصحة وبأحوال جيدة إن شاء الله. معاكم أم فاطمة الزهراء من محل رواق سلطانة اللي تتواجد في مفتاح الخير قرب سوق الخير، سوق نموذجي وقرب محطة تاكسيات جول الوالدية، لأن باقي الناس بزاف يسولوني في كاين المحل، حيت نتواجدوا بمدينة آسفي في مفتاح الخير. البنات نتمنى ديما ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومع هذه الحراره ما شاء الله اللي كاينه حراره كثيره كثيره بزاف بزاف، ونتمنى من الله عز وجل الله يلطف بهذا الجو اللي كاين دابا. كاين بزاف البنات يسولوني على البوركيني، البوركيني اللي حنا خدامين فيه راه كاين مع تبارك الله هذه الحراره اللي كاينه كل شيء ولا تيبان ليه فقط غير البحر. ودابا مني تبارك الله كاين الصيف وكاين حر سخون وكاين البحر، كاين طلب كثير على البوركيني باش الناس باغين تبارك الله يبحروا ويصيفوا، والحمد لله هذا البوركيني هذا فيه خير كثير بزاف بزاف، لانه ولا تساعد بزاف العيالات اللي تيمشيو هودو باغي مساكن يعوموا، يعني تيعوموا غير بحوايجهم، فالبوركيني سهل عليهم بزاف كي تخرج به من دارها تعوم به وترجع به، ما تحتاجش نهائيا انها تقلب فين تبدل ولا فين قد تشوف فين تبدل حوايجها، فهو فيه خير كثير بزاف بزاف. بالنسبه شوف اللي تنخدموا حنا بالنسبه في البوركيني تنخدموا في بروميير شوا، كما تعرفوا اي سلعه راه فيها الميطاسي وفيها بروميير شوا ديالها. هذا الموديل هذا البنات موديل ديال تركيا، هذا بالنسبه لهذه السلعه هذه راه ديال تركيا. شوف كيف ما كتشوفوا ما تيفسكش نهائيا، وباذن الله غادي نكون حد جريبه كيف ما تشوفوا هنايا البنات. شوف انا عندكم واحد الشريبه هنايا هانتوما البنات كيف ما تشوفوا الماء تيبقى تيلعب، يعني الثوب ما تيفزكش نهائيا الثوب هاوي. هذا بالنسبه للسروال وبالنسبه للبوني وبالنسبه حتى الفوقيني ديالو كيف ما تشوفوا البنات هي تجربه، يعني مثلا ما تيفزكش نهائيا البنات. هو بقى ناشف، هذا بالنسبه للفوقيني ديالو كيف ما تشوفوا تيبقى ناشف. هذا كيف السروال كيف البونيات راه في جوج بونيات والفوقيني هادو ما تي نهائيا ما تيفسكوش. بالنسبه لهذا الموديل البنات راه فيه الوان وفيه لي طاي، فيه من الال حتى للدوبل اكس ال، بالنسبه لان هذا غير الال وراه وافي، هادو وافيين لي طاي ديالهم وافي كيف ما تشوفوا. فيه نوار، هذا النوار ديالو في هاد اللوين كيف ما تشوفوا هاد الفير اللي ملبس في لي مانكان، في هاد الفير حتى هوايا كيف ما تشوفوا هاد اللوين هذا حتى هوايا، وفيها البنات الكريم في حتى الكري البنات فيه ربعة اللوين. بالنسبه لهاد الموديل هذا فيه أربعة الوان هما اللي فيه، وفيه من الال حتى للدوبل اكس ال، لانه هوايا هذا الموديل هذا تيكون وافي وعليه طلب كبير كبير بزاف بزاف، راه حنا خدامين فيه غير ما تنحش هي الفرصه باش نلوحوا لكم في القناه الدراري. المهم مني تنح الفرصه اني بينت لكم هذا الموديل هذا فيه من الال حتى للدوبل اكس ال كيف ما قلت لكم راه وافي. البنات غنجي لكم هذا الموديل هذا حتى هوايا كيف ما تشوفوا طويل ومستور يعني غزال، حتى هو نفس الشكل ديال هذا الموديل هذا، حتى هو ما تيشدش الماء الدريات، ما تيشدش حتى هو الماء، حتى هو غنديروا ليه تجربه باش حتى نتوما تشوفوا. ها نتوما البنات، ها نتوما هذا هو الماء كيف ما تشوفوا، ها نتوما تيبقى تيلعب. هذا نخوي غير الارض كيف ما تشوفوا البنات، هذه تجربه كيف ما تشوفوا. بالنسبه هذا الموديل هذا حتى هو كيف البولي كيف جاكيت كيف سروال ما تيشدش حتى هو، وحتى هو من بروميير شوا حتى هو ديال تركيا شي حاجه اللي مزيانه. كذلك راه عليه عندنا طلب كبير بزاف على البوركيني اللي هو مستور، هذا راه تحت الركبه تيجي، غير بالنسبه للمانكا راه كتكون طويله ولكن راه تيجي هو تحت الركبه. هذا باش زوين لان مستور بالنسبه للعيالات تخرجوا من ديورهم يعني لابسينه ما تبقاش يخموا لا فين يلبسوا فين يبدلوا ولا حتى شي حاجه، تخرج به السيده من المحله وتترجع به كذلك من المحله. وبالنسبه لهذا الموديل هذا راه فيه الوان وفيه لي طاي،
البنات راه فيه الوان وفيه لي طاي، راه فيه من الان حتى 4XL، يعني فيه 4 حتى 4XL، وافي وتبارك الله راه تيجي قد عيالات تكون حدا عامره راه تيجي حلاز. بالنسبه للموديلات ديالو البنات راه فيه لوينات فنيه، فيه بالنسبه لهذا الموديل هذا راه فيه الموف، فيه هذا الخضيطه بهذا. هانتوما البنات اللوينات يعني راه تنجيبهم يعني تيتهزوا. هانتوما البنات هادي اللوينه ديالو، يعني فيهم لوينات يعني شويه اللي ما تيبغيش هذوك اللوينات اللي تكونوا شويه مشعشعين، هادو اللوينات راقيين وزوينين البنات، راه فيهم لوينات غزالين يعني راه دابا حاليا مع وقتهم راه تيتهزوا يعني بكثره. وبالنسبه لهذا الموديل هذا كيف ما قلت لكم راه عندي فيه هذه الكميه اللي بقات عندي فيه، راه كيشدهم راه تهزوا، راه هذه الكميه اللي بقات عندي فيها يعني هادشي هو اللي بقى عندي بالنسبه لهذا الموديل هذا. بالنسبه للثمن البنات هذا الموديل هذا تيدير 5600 كيف ما وريتكم ديال تركيا كوميا جوا، في بلايص اخرى تيبيعوا ب 7000 ريال، اما رواق سلطانه دايره لكم فقط 5600 ريال. وبالنسبه كذلك حتى هذا الموديل درت لكم تجربه اللي ما تيدخلش الماء، بلايص اخرى تتباع ب 6000 ريال، درت لكم فقط 5000 ريال باش كل شيء صيف البنات. كي حكيت لك حتى هذا الموديل هذا كيف ما تتشوفوا حتى هو زوين، حتى هو نفس الكاليتي ديال هاد الموديلات اللي ورنتكم، كذلك حتى هو ما عرفتش انا قرعت الماء هي، حتى هو غنديروا فيه نفس التجربه كيف ما تتشوفوا. هانتوما البنات البوني ديالها، هانتوما البنات كيف ما تتشوفوا الماء ما تيشدش فيه. هذا بالنسبه للموديل الثالث اللي غنوريكم ان شاء الله، هذا كيف تشوفوا ما تيشدش فيه كذلك الماء. بالنسبه لهذا الموديل البنات راه مقبوط من التحت، كي اللي تيبغيه مقبوط من التحت، هذا راه مقبوط من التحت، حتى هو فيه ثمن زوين، راه وقتو طمنت لكم فيه ثمن زوين باش كل شيء يتبحر وكل شيء البنات يعوم. بالنسبه لهذا غنوريكم بعد اللوينات اللي فيه، فيه الموطاغ بالكحل حتى هو رائع زوين روعه، هذا فيه لورونج بالبوردو واللوينات كيف ما تشوفوا، هذا مزوق يعني فيه اللوينات. كاين هذا الخضير هذا سروال في الغوم يعني فيه الغوم، كاين فيه الغوص بالكحل، كاين فيه الشويبي يعني فيه لوينات زويون، يعني لوينات رائعين بزاف بزاف البنات. بالنسبه لهذا الموديل هذه الكميه اللي بقات عندي فيه يعني هز هذا الموديل، هذه الكميه اللي بقات عندي بالنسبه لهذا الموديل هذا. بالنسبه للبنات هذا الموديل هذا دير لكم حتى الثمن فيه خطير خطير زوين بزاف بزاف الثمن في هذا الموديل هذا. بالنسبه لهذا البوركيني هذا دير لكم الثمن فيه فقط 4600 ريال، هذا البنات قوم نشوا كيف ما وريتكم ما تيشدش حتى هو كذلك ما فقط 4600 ريال باش كل شيء يخيم ان شاء الله. البنات هذا كاين هذا الموديل هذا اللي كان خدمت فيه كانت قاد عليا يلا حتى هو دخل وكذلك بقى عندي فيه كميه قليله بزاف بزاف. هذا الموديل هذا بالصاك كيف ما تشوفوا، هذا بالصاك البنات، هذا فيه تا هو يا 4 بياس والصاك، بقى عندي فيه الزريق وبقى عندي فيه الكحل. بالنسبه لهذا الموديل هذا كذلك هذا بالكرونه تا هو بحال هذا الموديل هذا، هذا كان داز ب 5000 ريال البنات فقط، اللي العليس بقري راه غادي تجي ب 4600 درهم. باقي فيه جوج لويات. وبالنسبه ديال الصاك راه بقى عندي فيه فقط غير هذه الكميه هذا ديال الصاك البنات، بقاو فيه فقط جوج بياسات، داز ب 300 درهم، نتمنى انه يعاود يدخل لان سلعه شويه قليله، داز ب 300 درهم البنات. بالنسبه لهذا الموديل هذا داز ب 6000 ريال فقط عاد رواق سلطانه ب 5000 ريال، غير وقت سلطانه حيت لكم 50 درهم في هذا الموديل هذا، بقى فيه فقط الام صافي غير طاي صغيره، صافي جوج بياسات الاوت، صافي غير الام جوج بياسات من 300 درهم حيت فيه 50 درهم فقط 5000 ريال البنات. هذا بالصاك ديالو تيجي كيما تشوفوا طويل حتى هو راه نفس الكاليتي ديالو، داز هذا ب 6000 ريال وفي بلايص خير تيبيعوه ب 7000 ريال فقط، راه وقت سلطانه دارت لكم 5000 ريال، بقاو فيه جوج بياسات فقط غير طاي صغار، بقى فيه الام واللي سبقات ليه بالصحه والراحه البنات.
وبالنسبه للبوركين الطويل اللي تيكون تحت ديامات انهم فقود، وباذن الله ان شاء الله الا تخرج نلوحوا لكم في القناه، يعني كان عليه طلب كثير وتفقد ولا دخل راه غنلوحوا لكم في القناه. وبالنسبه للموديلات اللي تلاحوا في الفيسبوك اللي جاو الناس بداوهم اللي تلاحوا اللي حنا في الفيسبوك، موديلات راه ما بقاوش ديما كاين الجديد في البوركين البنات، راه ديما تنخدموا جديد في البوركين، كل مره تجي تشكيله جديده وكل مره تجي زواقه جديده، ما تنبقاش محتكرين على زواقه وحده البنات، ديما كاين الجديد عندنا في البوركين. اكتفيت اليوم البنات فقط غير بهاد الموديلات هادو. وبالنسبه للبوركين هذه الكميه اللي بقات حاليا كاينه عندي، نتمنى ان تدخلوا ان شاء الله موديلات اخرى ان شاء الله وغادي نجيبهم. ما تنساوناش اللي شاف القناه هذه وما ديرش ابوني وما فعلش زر الجرس، يتابونا معنا وفعل زر الجرس وشارك ان شاء الله هذا المحتوى هذا مع العائله والاصحاب والاصدقاء، وما تنساوناش من الدعم ومن اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.